هي ندوة صحفية للإعلان انطلاق زوز مواد جديدة من نوع المحروقات الممتازة اللي وضعناها في الشبكة متاعنا في 33 محطة، واعطيناها اسم جديد وسميناها أجيليكس بريميوم في صيغتين. الصيغة الأولى اللي هي إيسانس، اللي هو ليسانس سون بلان المعمول به في السوق التونسية ونزيدوه مواد مضافة ويولي أجيليكس بريميوم، والصيغة الثانية اللي هي أجيليكس بريميوم غازوال اللي هو الغازوال الموجود في تونس سون صفر ونزيدوه معناتها المواد المضافة. المواد المضافة هذه اللي هي جيل جديد من المحروقات يعتمد على تكنولوجيا جديدة. احنا التكنولوجيا اللي اعتمدناها شركة عجيل اعتمدتها تقوم على ما يسمى جرين كلين 3، هي تنظف وتحمي البيئة في الصيغة الثالثة متاعها. دونك تكنولوجي جرين كلين 3 هي اللي بتلقوها قريبا في وسط المحركات وموجودة اليوم في المحروقات المضافة اللي احنا نروجوا فيها. المحروقات المضافة دي عندها خاصية، اولا مش حاجة جديدة، هي موجودة في العالم واحنا انخرطنا في هذا. وكان قبل حتى السوق التونسي من 2010 فما نوع معين متاع إضافة، ولكن ما كانتش بريميوم، ما كانتش كما نقولوا حاجة معناتها فيها كاليتي سوبيريور أو معناتها الحد الأقصى من الإضافات. اليوم على اعتبار هامش الربح تحسن، على اعتبار أنه فما فايدة اقتصادية كسوة لشركات التوزيع ولا للمواطنين، دونك الاختيارات تقويت. احنا كشركة انخرطنا، مشينا شرينا وعملنا شراكات مع شركات عالمية اللي هي مختصة في هذا المجال، واخترنا التكنولوجيا هذه اللي الحقيقة فيها فايدة للمستهلك، واكثر حاجة تعملها هي تنظف الموتور وترجع فما فاعلية ونسميه بالفرنساوية اون بيرفورمانس للمحرك. علاش؟ خاطر الناس كل شوية لا يعرف المحركات فما عملية احتراق، وكل عملية احتراق تؤدي بعد مدة الى تكلس القطع الغيار اللي موجودة في وسط المحرك. دونك يلزم تنظيف المحرك باش يتنفس مليح وينجم يعطي مردود طاقي اكثر، وبالتالي يربح في معناتها في الاقتصاد، يربح في المسافة، واكثر من ذلك يحافظ على عمر السيارة وعمر المحرك في وضعية حسنة، وبالإضافة إلى أنه صديق للبيئة. أن المحروقات المضافة هذه وخاصة محروقات عجيل أجيليكس بريميوم دونك هي صديقة للبيئة ومقتصدة في الطاقة، وهي الحقيقة من آخر معناتها الموجود في المخابر اللي هي نتيجة بحث واكتشاف، وهي معناتها حاجة الحقيقة ممتازة وباش نروجوها بسعر تفاضلي فما 10% معناتها أزيد ولكن أنا أعتقد المواطنين اللي عندهم سيارات كل كسوة ينشكون سيارة قديمة ولا حتى سيارة جديدة ولا سيارة قديمة، اللي يحب لسيب اللي يحب يستحفظ على المحرك نتاعه وعنده شوية قدرة معناتها مالية باش ينجم يدفع 10% أزيد، دونك هو لسيب. احنا دونك السوق التونسي الحقيقة عندنا 5 أنواع متاع محروقات، معناتها اللي يحب ياخذ موجود متوفر. دونك عندنا 5 أنواع، كانوا 3، كانوا زوز في الغازوال، غازوال عادي وغازوال بدون كبريت، وكان نوع واحد في الليسانس اللي هو السون بلون. دونك اليوم ولاو عندنا معناتها في كل عائلة واحد زايد، زوز إيسانس و3 غازوال. دونك الحقيقة هو بصفة ضمنية موجود في المحطات اللي قلنا عليها، ولكن بصفة رسمية سينطلق انطلاقا من غرة جويليا معناتها بالسعر اللي صرحت به وزارتنا، وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ومعناتها انطلاقا من منتصف الليل يبدأ موجود معناتها ويتم ترويشه.